هل قراءة القرآن من المصحف تستوجب الوضوء وارتداء ملابس الصلاة كاملة؟ جمهور العلماء على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، هذا طبقا لحديث عمرو بن حزم أنه الرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها لأهل اليمن، تكلم فيها عن الديات، وتكلم فيها عن كيف يخرجون زكوات ونحو ذلك، ومنها ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا حديث عمرو بن حزم هذا تلقته الأمة بالقبول، وعمل الفقهاء كلهم على هذا الحديث. فلذلك الصحيح أن الإنسان لا يقرأ القرآن، لا يمس المصحف إلا وهو متوضئ. أما لو كان أراد أن يراجع محفوظه، يراجع حاجة حافظها أو يردد صور هو حافظها وهو غير متوضئ، لا شيء في ذلك. طيب أمر آخر، أحيانا إنسان في مكان وهذا المكان يصعب عليه الوضوء وهو يحتاج إلى مسك المصحف أو القراءة، يعمل بقول آخر خلاف لقول الجمهور أنه يجوز في هذه الحالة، لو هو عايز يراجع حاجة أو مفيش بقى يراجع حاجة أو نحو ذلك، أو في وسيلة مواصلات وعايز يراجع شيء هو حافظه. طيب ما كانش حاجة هيراجعها ومش ضروري، ينشغل بذكر الله تبارك وتعالى.